ترخدع. وقلنا للشعب أنا كرجل دين أحذركم من هذه الفتنة، هذه فتنة خوارجية سطرها التاريخ قديما، وهم يريدون أن يحيون هذه الفتنة حديثا. هذه الفتنة رفع المصاحف على أسنة الرماح كان بسببها تفرقة الأمة إلى فرق وجماعات، ثم خرجت الخوارج أجداد هؤلاء وقتلوا الإمام علي، وظلوا يتبنون هذا الفكر للخروج على الأمن الأمم.